انا هناخد اليوم ده ان شاء الله، وبعد كده خلاص يوم الاربعاء اجازة ويوم الاحد اجازة، يعني عود الاربعاء اللي ايه مش القادم اللي بعده ان شاء الله تعالى. وبعد كده ايه ناخد مثلا لحد اخر الشهر ده، ونتوقف الى بعد ايه إجازة نصف العام، بعد الإجازة يعني بعد الامتحانات، والناس هتسافر الإجازة، وبعد كده لما نرجع إن شاء الله عشان تبقوا عارفين الإيه النظام. نعم شهر كم؟ الله أصبح بنقول لهم، يقولوا لا كمل أو استمر، وبعد كده إيه نجد إيه إنا نأتي الأرض ننقصها من إيه من أطرافها، فنجد إيه تقاصر الناس. أو ده كان ماشي ده، وأنت واحد تاني كان معه، فلما شافوني رجعوا حياء، مش كده؟ أنا مثلا جاي وعلى سفر وتعبان وعاوز ألبي طلبات وبعدين إيه خذت منهم بره، خذتهم بره. لولا انهم يعني راوني لكن هو برضو الحياء فيه خير. انتم تعلمون ان انا جاي مش كده؟ مش عندك علم؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ تهاون او تقصير مش كده؟ لذلك انا ما احب ان احدا يعني يكون يعني كده متغصب، انا استفيد. فمن اراد ان ينصرف الان فلينصرف، وبعد كده انا يقرا في نفسه. فين؟ ها؟ هنبدا منين؟ مش عارفين؟ ربنا يرزقنا البصيرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد النبيين والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحشر والقيامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في شرح السنوسية الكبرى للإمام العارف الرباني سيدي الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه. وقفنا عند قوله والبصيرة. والبصيرة معرفة الحق بدليل. كان الكلام قبلها على الآية الكريمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى إذا وقفنا على إيه؟ على لفظ الجلالة، فظاهر كما فسر به كثير من المفسرين كالشيخ القاسم والإمام الألوسي، ويكون الكلام كده على بصيرة إلى آخره مبتدأ وخبر. يبقى إذن أنا ومن اتبعني على بصيرة، يكون كده مبتدأ وإيه على بصيرة، ده الخبر اللي هو إيه المقدم. أنا ومن اتبعني ده المبتدأ ليه المؤخر، فيكون المعنى كل متبع لي فهو على بصيرة. ليه؟ لأن من أنا ومن من صيغ الإيه العموم، وقلنا بتنعكس بعكس النقيض الموافق وعكس النقيض الايه المخالف، فتكون بعكس النقيض الموافق كل من ليس على بصيرة فهو غير متبع،
أما عكس النقيض المخالف لا شيء ممن لم يكن على بصيرة بمتبع. والكلام ده إيه؟ فصلنا القول فيه في درس الماضي، والآن يعرف لنا البصيرة. ما هي البصيرة؟ معرفة الحق بدليله. يعني من لم يكن عارفا للحق بدليله بأن كان مقلدا فهو ليس على بصيرة. فمن لم يكن على بصيرة في عقيدته، والبصيرة هي معرفة الحق بدليله، فمن لم يكن عالما بالأدلة أو عارفا لها فهو على غير إيه؟ على غير بصيرة، فلا يكون مؤمنا عند بعضهم. ويدل أيضا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين. هي علاقة هذه الآية باللي قبلها؟ ايه الربط بين الايتين؟ عشان نتعلم الا ان عباده والمرسلين لا يكونون الا على بصيره. يا اخي ما هو الربط بين الايه دي؟ ان الله امر نبيه وان يعلم. ما الربط بين ايه هذه الايه وبين إن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين؟ يعني ممكن مثلا البصيرة هي معرفة الحق بدليل، والله تعالى قال فاعلم، مش كده؟ أو إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يعني كل متبع لي فهو إيه؟ فهو على بصيرة. والبصيرة هي معرفة الحق بدليل، لأن الله تعالى عندما أمرنا بمعرفة التوحيد أمرنا بمعرفة الأدلة، ويؤخذ هذا من قوله تعالى فاعلم. فقد يقول البعض هذا أمر المين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس أمرا لكل إيه؟ لكل مؤمن من أتباعه. فالجواب أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني فيكون هذا أمر، هذا أمرا للمرسلين، ومن باب أولى أمر المين لمن دونهم من العباد المؤمنين. وضحت كده؟ أو ده وجه الربط. ومعلوم أن التقليد لا يصح في حق عباده المرسلين، فكيف يصح في مين؟ في المؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يقل وهو يعتقد. خلاص كده. بعدين كله عشان يكمل الاستدلال بيقول: وكل آية، يعني معلوم أن كل آية في القرآن ذامة للتقليد، وآمرة بالنظر والاعتبار. وجاب إيه ما يفيد ذلك وسنذكر فيه. هذا كده من أول إيه قوله على إيه قوله والبصيرة. يلا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحشي: نفعنا الله بعلمه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قوله والبصيرة أي هنا، وقد تطلق على عين قائمة بالقلب. والبصيرة أي إيه هنا، يعني لما يقول إيه والبصيرة معرفة هنا، يعني إيه في موضع الاستشهاد اللي هو في إيه في الآية في قوله تعالى على بصيرة. إيه المراد بالبصيرة هنا؟ هنا. خلاص كده. يعني مثلا بل الإنسان على نفسه بصيرة، غير البصيرة هنا، مش أي بصيرة بصيرة. أو قد جاءكم البصيرة إيه هنا في الموضع ده، موضع الاستشهاد. يقول البصيرة أي هنا، يعني في السياق ده. ولها إطلاق آخر للبصيرة على عين قائمة بالقلب، يعني في
في عيون في القلب غير العين اللي فين اللي في الوجه. العين اللي في الوجه دي تسمى الباصرة، إنما اللي في القلب اسمها البصيرة. واحد يقول لك ده فلان ده يا أخي مش أعمى البصر بس، يقول لك والبصيرة. يبقى البصيرة دي اللي هي العين اللي في القلب، قلوب العارفين لها إيه؟ عيون ترى ما لا يراه الناظرون. يعني إذا في عيون غير العيون دي اللي هي فين دي؟ في القلب. هل هي عيون يعني حسية زي كده ولا المهم في عيون وخلاص؟ ترى ما كذب الفؤاد إيه؟ ما رأى في رؤية قلبية غير الرؤية الإيه؟ البصرية. الرؤية القلبية بتسمى إيه؟ البصيرة. عين عين فين؟ في القلب. خلاص. وفي سمع برضه في القلب كمان، مش بصر يعني. القلب فيه يعني يبصر ويسمى ايه بصيرة. الرؤية الباطنية اللي هي مش حسية. والقلب ايضا في سمع. شوف كده، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد. فالمعادلة دي فين؟ في القلب. القلب فيه عين وفيه إيه؟ وفيه أذن. خلاص؟ لا يلا هون. قوله المؤمنين أي مآلا، إن هم عند أمرهم بالإيمان ليسوا مؤمنين. يعني عاوز يقول لك إن الله أمر عباده المؤمنين، يعني أمرهم بإيه؟ أمرهم بمعرفة الأدلة، مش هذا البصيرة؟ أدعو إلى الله على أنا ومن اتبعني. يبقى معنى كذا أمرنا كمؤمنين بإيه؟ بمعرفة الأدلة، يعني بالنظر. طب لما أنا عندي إيمان يبقى لماذا أنظر؟ ما دامت أنت سميتني مؤمن، قبل إيه؟ أن أنظر في الأدلة وقبل أن أعرف، بدليل أنك أمرتني لكي أحصلها. فمعنى كذا أنا أحصلها ليه؟ عشان توصلني للإيمان. طب ما أنت بتقول لي يا أيها المؤمن أو يا عبد المؤمن، فقال لك يعني كلمة المؤمنين يعني مآلا، يعني باعتبار المآل وليس باعتبار الحال. إذ هم عند أمرهم بالإيمان ليسوا بمؤمنين، حتى لا يكون تحصيل حاصل. الله قوله ومعلوم أن التقليد لا يصح في حق المرسلين، أي فكذا في حق المؤمنين. يعني إذا كان لا يصح في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف يصح في مين؟ في حق المؤمنين، لأن الله تعالى أمر عباده إيه؟ ها؟ المؤمنين بما أمر به إيه؟ المرسلين. وهذا توجيه للاستدلال بالحديث. وهذا توجيه للاستدلال بالحديث، لكن قد يعني عاوز أوريك إيه؟ جهة الاستدلال، يعني كيف نستدل بالإيه؟ بالحديث، أو ما هي جهة الدليل في الحديث؟ اللي هو ايه؟ انه لا يصح التقليد من المرسلين، فكيف يصح من او فكذا في حق، لانهم امروا بما امر به الرسل، والرسل امروا بالمعرفة، فلا يصح منهم تقليد. فكذلك ايه؟ طب لماذا لا يصح من المؤمنين؟ لان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. لكن قد يقال المرسلون لم يقم بهم إلا العلم، فلا يصح التقليد منهم بخلاف غيرهم. يعني ده في إيراد على هذا الاستدلال أو على هذا التوجيه. يقول لك طب وكيف تقول إن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يصح منهم التقليد؟ مش كده؟ طب وهذه الصورة يعني لا تتصور في حقهم أصلا، يعني لا يتصور أن رسول مقلد
فلا يصح منه التقليد فيجب عليه الايه النظر. واصلا هذا لا يتأتى منه يعني زي ما اقول لك يعني يا شيخ لا تقترف الكبائر فان الملائكة لا يقترفونها ما يصحش ليه هنا لانه هو اصلا لا يتأتى. متى يمدح الانسان على ترك المعصية اذا كان يمكن ان تتأتى منه؟ انما هو بحكم فطرته وبحكم خلقته لا يتأتى منه ايه الكبيرة ولا الصغيرة. فكيف انا اقول لك ما تعملش كده عشان الملك ما بيعملش؟ لا، لو قلت لك انا لا تقلد لا يصح منك التقليد لان الله امرك بما امر به الرسل، فلو كان صح منهم لصح منك. فتقول لي طب وهل يمكن ان يكون هناك يعني هل يفترض كده ان الرسول يمكن يقلد فعشان كده نهي عن التقليد؟ كده وانا شايف النتيجة حرام عليك خدها شيء. يبقى الاعتراض او الإيراد يقول لك ايه الرسل لم يقم بهم يعني اصلا لا يقوم بهم التقليد. ما ينفعش نتصور انهم ايه لانهم رسل، ده عندهم وحي، عندهم علم قطعي، عندهم يقين بخلاف غيرهم. فالحديث حينئذ يعني حينئذ أوردنا هذا الإيراد لا يدل على أن التقليد لا يكفي، فأصبحت الجهة منفكة. أنت بتتكلم في دائرة هنتكلم في دائرة تانية. إحنا مالنا ومال المرسلين؟ دول بيوحى إليهم، دول مكشوف عنهم الحجاب. فكيف أنا تقول أنت مأمور بما أمروا به؟ وأصلا لا يقوم بهم إلا العلم. وبعدين الحديث أصلا اللي هو إن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به مش في موضوع النظر ولا في موضوع المعرفة من أساسه، ده في موضوع إيه المناسب هنا؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما هنا في الكسب والرزق. فالكسب قد يكون من حلال وقد يكون من، وهذا يتصور الكسب أمر إيه معتاد بخلاف إيه مسألة الإيه العلم، مسألة الإيه التقليد. يعني معنى كده لا هذا التوجيه لهذا الدليل مش هينفع. واضح ولا لسه؟ ها حد عنده إيراد آخر على الإيراد؟ نعم. ورد حديث ان قال طيب لا يقول الا طيبا وان الله امر المؤمنين ما امر به المرسلين. تبين النبي في غير غير التقليد. قلت يا مولانا انما حديث ان الله طيب لا يقول الا طيبا وان الله تعالى امر المؤمنين ما امر به المرسلين فقال ان كل من طيبات من رزقناه. ما هو في الاحكام يعني في مساله تتعلق بالاحكام كده يا شيخ محمد. الحديث ان الله امر عباده وجاب الايه يا ايها الرسل فقال تكمل الحديث وما جابش الكماله لانها مش هتنفع معاه. فاحنا كده هنمشي على اي طريقه الوهاب يجيب الحاجه اللي تنفع معاه ويسيب الباقي يعني الايه الباقي للحديث ايه. فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات، يا ايها الرسل كلوا واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلو كمل كده هيقول لك لا يا عم، فراح جاب إيه وأنا ما ينفعش معايا الطريقة دي في الاستدلال. زي اللي بيقول إيه عشان ما حدش يصلي يقول فويل للمصلين، راح واقف. وفي بعض الناس فرحوا بيها قالوا يعني دع المساجد للعباد تسكنها وقف بنا حول خمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكر ولكن قال ويل للمصلين. الله الحديث ورد على سبب خاص لكن اللفظ عام.
أي ما هو مولانا الأمر هنا أمر يعني هل مثلا كل ما أمر به المرسلون أمر بس بداء ماشي هذا في تسميات بالمؤمنين تأويل الشيخ للمؤمنين باعتبار المآل أيضا التأويل برضه. لكن الصور أن هم سماهم مؤمنين فالخطاب موجه للمؤمنين هذا معناه كونهم مؤمنين يبقى معناها إذن المعرفة دي ليست واجبة وجوب الأصول هذا يرجح إنه التقليد ده يا إما يكون عاصي النظر يا إما يكون عاصي بتركه أو يكون هو مندوب فيكون إيه كمال زي ما قلنا ده يرجح كده لأنهم سماهم مؤمنين على فرض إنه الأمر ليهم الأمر للأنبياء أمر للمؤمنين فسماهم وهذا يكفي ما دامت هم مؤمنين يبقى معناها حينظر ليه شرط ايه كمال وليس شرط صحة يعني وصف هل يعني والله انت قلت حاجة جميلة هل وصف المؤمنين بالإيمان ما آلا ده وصف المرسلين بالرسالة ده ما آلا برضه يعني هل باعتبار ما آلا لا يلا يعني الدليل مش نافع يلا بقول له عاوز ينصر قضية سبحان الله يجيب لها الأدلة من ينحت نحت كده في الصف ما أنا مش عاوزها لا قطعية ولا ظنية مش عاوز وأنا قلت لك قبل كده إنه ماشي هنمشي مع الشيخ على إنه دليل ولازم يكون في دليل في المعرفة لكن دليل إجمالي ولا تفصيلي لا يبقى خلاص فنأتي على قول عبد السلام في الجوهر في الشرح الأولي والعوام مؤمنون عارفون لا مقلدين يبقوا أنهم حشو الجنة أحسن ما يبقوا حشو النار يعني فاكر حشو الجنة يعني معناها قاعد في الشارع يا رب يدخلنا الجنة بس انتوا خليكم في الحشو ان شاء الله قوله دخل الجنة برضو الفردوس في حشو عشان تبقى اي ومن مات ولم يعلم بذلك لم يدخلها ولو كان معتقدا ذلك فيكون كافرا ما معنى كلمة ها؟ ما معنى كلمة ليه؟ ما معنى كلمة الزمر احنا جبنا سيرة الزمر هنا لما تسأل شيخ تاني من المشايخ مليان سيدنا الشيخ واروح وراه يقول لك اشرح لك سيرة الزمر كلها انا خليني هنا في وهيل للمطففين خليك معنا ادل الشيخ هتوزع مش حال الشيخ هيمشرك اضحك نفسي بنوزع نسيبهم كله منوزح بس السلام عليكم. مع السلامة. رجل مية مية رجل. يلا. الله من المقلدين. قوله دخل الجنة أي ومن مات ولم يعلم بذلك لم يدخلها ولو كان معتقدا ذلك. يعني شوف بقول لك من مات من مات مش كده الحديث ده نص حديث ده. وقوله من مات وهو يعلم بل أن لا إله إلا الله دخل الجنة يعني مش من مات وهو يقول لكن في بعض الأحاديث من قال بالنص كده بس يقول لك يحمل هذا على هذا من قال يعني وهو يعلم مش قال كده وهو بيترنم هو يعلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة فعاوز يقول لك إيه يعني يكون كده معنى الحديث من مات وهو ولم يعلم بذلك لم يدخلها ولو قالها أو ولو كان معتقدا ذلك ده مش لو قالها فقط ممكن يقول لك قالها يعني بلسانه ولم يعتقدها لا قالها واعتقدها ولكنه لا يعلم فيكون كافرا كده احنا بقينا سلفية 100% كفرنا ده هم عملوا كده السلفية او الوهابية عملوا
لا ده احنا بنقول اذا كان معتقد ونطق بيها كافر. تبقى احنا سيبنا ايه للجماعة دول؟ ها؟ لذلك ما هو استغرب عليه الكلام اللي يقولها مع السابقين. نعم؟ ما سابوش صار. لا ده سيدنا الشيخ الحامد اللي هو صاحب الحاشية اللي هو اللي قال كده. نعم. او الشيخ الدسوقي رضي الله تعالى عنه. فبيقول ايه؟ كده لو خدنا بظاهر الكلام وهو يعلم يعني اذا لم يكن يعلم فلا يدخل الجنة الا ايه انما الايات يا مولانا لم تشر في الى قضية العلم اللي هو اليقين ده اللي هو الجزم وانما في قوله تعالى اشارة للاعتقاد وقال المسيح بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك فقد حرم يشرك يعني يعتقد الشرك ومأواه الايه؟ النار وما للظالمين من انصار. يبقى المسألة تدور حول الاعتقاد فالغرابة هنا يقول لك ولو كان معتقدا ذلك فيكون ايه؟ كافرا. دي المصيبة دي. وقد يجاب يعني عن ايه؟ عن الحديث بأن قوله دخل الجنة أي مع السابقين فإذا مات ولم يعلم بذلك بل اعتقده لم يدخل مع السابقين وهذا لا يدل على كفره. خلاص كده يعني في توجيه للحديث. ها الإيمان بالله صعب خلاص كده وهو بالطريقة الأولى دي يبقى صعب وحاجة يعني معقدة مش يعني مش فقط صعب ده يعني والشرك سهل خالص ما اشترطش فيه ما هو بيتكلم على يعني ايرادات واعتراضات فقط عشان نجمع الاقوال يعني هذا لم يقل به احد ده بيقول لك هذا ايه يلزم من ذلك يعني ده لازم دلاله التزاميه ولم يصرح احد بذلك. يلا هو تفضل قوله وكل آية هات لا لسه المتن وكل أقرا لك هنا المتن منتج في الشرح وكل آية ذامة للتقليد وآمرة بالنظر والاعتبار دليل على ذلك يعني إيه الدليل على إنه إذا مات الإنسان وهو مقلد يعني وهو لا يعلم بل هو ايه مجرد مقلد انه لا يدخل الجنة لان الآية قال فاعلم ولم تقل ايه فاعتقد او لم تقل فقل فكل آية في القرآن ذامة للتقليد وآمرة بالنظر والاعتبار دليل كلمة دليل على ذلك خبر ايه فين المبتدأ كل آية في القرآن دليل على ذلك يعني كل آية ذامة للتقليد وآمرة بالنظر والاعتبار دليل يبقى دليل إعراب ايه خبر المبتدأ مثل ايه الآيات اللي هي تذم التقليد وتأمر بالنظر والاعتبار كقوله تعالى قل انظروا وقوله جل وعلا أولم يتفكروا وقوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض طبعا واختلاف الليل والنهار لآيات إيه لأولي الألباب الذين يذكرون الله إلى آخر الآية أو إن في خلق السماوات بتاعت البقرة مش كده مش واحدة في البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وحذر سبحانه المتأني بالنظر يعني ايه المتأني يعني اللي هو عاوز اقول لك كمان النظر ده واجب على الفور لا تتأنى ليه لربما يجي لك الاجل تقول انا مش فاضي الاسبوع ده ان شاء الله يعني الشهر القادم او السنة الجاية ابدا انظر لا لا لان هذا اللي هو التأني يعني التأخير
وحذر سبحانه المتأني بالنظر بخوف قرب موته، فلو مات فجأة يبقى إيه اللي حيحصل؟ وكان عنده وقت يسع النظر ولم ينظر، فيفوته النظر بتأنيه، قاعد متأخر، اطلع القطار الساعة 7:15 يقول لك لا لسه في وقت، تأنى الحدث ما فاته، خلاص ضاع عليه الايه المكان اللي رايح، فيفوته النظر بتأنيه، فطالما فات النظر بسبب تأخره وتقاعصه وتكاسله فيموت غير مؤمن. عند بعضهم ليه؟ طب جاب منين حكاية التأني؟ فقال بعد قوله أولم ينظروا في ملكوت السماء، اللي هي الآية اللي قبلها أو الآية الثانية، أولم ينظروا، هي أولم ينظروا ولا أولم يتفكروا؟ لا، الآية دي أولم ينظروا في ملكوت، أولم يتفكروا ما خلق الله في السماوات والأرض. لا، الآية اللي بتاعت الأعراف، تحافظ الآية ما حفظش، بتلخبطنا ليه؟ مش ده اللي معاك ده قرآن ولا إيه ده؟ كتاب. أولم ينظروا، هات كده الآية ولله. الآية 185 عربي. إيه الآية؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات. أولم ينظروا، أمال فين أولم يتفكروا؟ قبلها تقريبا. قبلها بآية مش كده؟ يبقى الثانية في الروم، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله. طب ماشي، يبقى الآية اللي فيها أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يعني بيقول لك اسرع بعملية النظر لربما تنزل عليك حيطة، تضربك سيارة، تموت بالسكتة، يحصل انفجار على غفلة في متر الأنفاق، اسرع. فالتأني ده هيضيعك، بدليل وأن عسى لربما يكون قد قد اقترب أجلك وأنت لا تشعر، أو معنى الآية. وبعدين يقول لك ده بعد ما جاب النصوص والآيات والأحاديث، يقول لك وإجماع الصحابة أيضا دليل على على وجوب النظر، فإنها مين؟ فإنها اللي الصحابة نظر إلى تأنيث اللفظ، زي قالت جماعة، هي قال جماعة إلى اللفظ، فإنها أي الصحابة لم تزل تذم التقليد وتحذر منه، وهو قول شائع بينهم من غير نكير، يعني ما حدش أنكر على الصحابة ذم التقليد. وبعدين قال وقال القاضي رضي الله تعالى عنه، مين القاضي اللي احنا قلنا الباقي اللاني، قال التقليد في علم التوحيد محال، لأنه إما أن يؤمر بتقليد من شاء أو بتقليد المحق. خلاص خلينا عندي وقال القاضي. يلا قوله وكل آية مبتدأ خبره دليل والمناسب عرفنا المبتدأ كل آية دليل، يعني بس مش كل آية، كل آية فيها أمر بالنظر وذم التقليد، هي الدليل في الآيات دي، مش في كل آيات، عشان أقيموا الصلاة آيات لكن ما فيهاش الموضوع ده، فليس المراد كل هنا على على العموم، ما فيش كل إلا مقيدة، يعني مثلا تعالى أجيب لك مثلا في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لو خدنا شوف لما نسوا ربنا عاقبهم ما ذكروا به، قال إيه
فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لو قدناها على العموم المطلق يبقى معنى كده أن الله فتح لهم باب المغفرة، فتح لهم باب التوبة، فتح لهم باب الرحمة. وهل هذا مراد؟ لا. هم ليه معنى كل؟ قال لك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء كنا قد أغلقناه عليهم. هنا إيه؟ يا ربنا قفل عليهم أبواب، فلما نسوا راح فتحها لهم اللي كانت مقفولة قبل كده. مش كل زي إيه؟ تدمر كل شيء. الريح هل دمرت السماوات؟ هل دمرت العرش؟ هل دمرت الجبال؟ لا. أمال إيه معنى تدمر؟ يعني مما أمرت بتدميره. واضح؟ يلا. والمناسب تقديم هذا قبل الاستدلال بالسنة لأنه من جملة الاستدلال بالكتاب. يعني عاوز يقول إيه؟ إحنا فين في العاشر؟ والمناسب تقديم هذا اللي هو إيه؟ وكل آية تقديم هذا قبل الاستدلال بالسنة. يعني هو جاب السنة الأول مش كده؟ وراح جاب القرآن. لا ما جاب آيات، وبعدين جاب السنة، وبعدين بعد السنة جاب تاني جاب آيات. ماشي. المهم يجيب يعني يقدم هذا إيه قبل الاستدلال بالسنة، يعني يجيب القرآن وبعدين يجيب السنة مش كده؟ يعني انت مثلا لما تيجي تخطب تجيب الآية، وبعدين تجيب الحديث، وبعد كده تجيب القصة عن الصحابة، وبعد كده تجيب بيت شعر، وبعد كده تجيب كلام من عندك، بعد كده تبدأ يعني تخوض مع القائدين مش كده؟ فأول حاجة تبدأ بيه. كان في بعض مشايخنا يعكس يقول لك لا أنا أجيب الكلام العادي وبعد كده أجيب الاستشهاد بأقوال الصحابة أو كذا أقوال أهل العلم وبعد كده أرتقي، يعني بدل ما إيه ما يجيب من فوق وينزل، لا يجيب من تحت وإيه ويصعد لحد ما أصل إلى آخر حاجة الآية. طب ليه؟ يقول أصله بعد الآية ما ينفعش أقول حاجة تانية، فبأي حديث بعد الله وآياته خلاص أكفل الموضوع. يعني كأن القرآن قطع إيه كل قول، يعني ده إيه آخر الكلمة الفصل دي. وذلك كانوا حتى أخذوها برضو في المناسبات لما يكون في احتفال أو شيء، كلمة المهمة جدا يخلوها آخر كلمة عشان ما حدش يعقب عليها ولا يستدرك. خلاص هي القول الفصل دي اللي يقولوه في الآخر. الناس دلوقتي لو قالوه في الآخر إذا يقول لك لأنه ده هو المقصود، الباقي ده يعني تمهيد بين يديه. ولذلك ربنا بعث سيدنا محمد آخر الأنبياء مش أولهم. يلا هات يا ابن مية من هنا. قوله دليل على ذلك أي على مذهب الجمهور من كفر المقلد. فين احنا؟ ماشي في الحاشية. دليل على ذلك يعني ايه ذلك؟ اللي هو مذهب الجمهور اللي هو يراه الشيخ من كفر المقلد، يعني من عدم ايمان مين المقلد. وفيه ان الذم فيه، يعني شوف كده الشيخ ما سابوش قال لك صحيح الايات اللي بتذم مين؟ تذم مين وتأمر بايه بالنظر، دي لا تدل على كفر المقلد. امال تدل على ايه؟ ده الذم ده كما يكون على ترك الواجب الأصلي، قد الواجب الأصلي هو إذا تركه يبقى إيه؟ لأنه ترك وجوب أصول يبقى كافر. فالآية تدل على ترك ذم ترك الواجب الأصلي وأيضا الواجب الفرعي، يعني ممكن تذمهم على إنه هذا واجب عليهم مثلا زي التكاليف الشرعية، ولكن إذا لم يفعلوها فيكونوا بتركها لما ذموا بسببه يكونوا عصاة ولا يكونوا إيه كفار. وحينئذ فالآيات الدالة على الذم لا تدل على كفر المقلد وإنما على عصيانه.
يعني الدليل برضه مش وراه لحد ما ننسى في القضية من أساسه، حتى لا يبقى ذرة في إيه. أصل مش معقول الجمهور كل الدردير يقول الجمهور والباجوري والمواقف والعلماء كلهم يقولوا الجمهور على أنه يكفي أو بصحة إيمان المقلد، ويطلع كلامهم دل كله في جمهور تاني. في هو الجمهور والجمهور، الإجماع هو الإجماع. أو قال لك الجمهور أو الجمهور خلاص ما ينفعش. يلا تفضل بس كده عشان يلا تفضل. قوله ينظر، قوله يعني قوله في الآية أو ذكره للآية، لأنه قل انظروا ده مش قوله، ده قول رب العالمين، ده وهو بس هو ذكره يعني هو تكلم به، فقيل قوله زي ما قولنا ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بيقول لك قوله بسم الله الحمد لله يعني قوله اللي هو ايه حكاه عن القرآن، وليس قوله الذي أنشأه. فممكن تقول ممكن انت تقول ايه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتجيبها كدليل، فأنا أقول قولك إلا الذين اللي أنت استدلت به، وليس بشرط أن تكون أنت المنشئ للقول. أي فهذا أمر بالنظر والأمر بالشيء نهي عن ضده، فهذه الآيات ذامة للتقليد وآمرة بالنظر. يعني قل انظروا أمر بالنظر. طب في قاعدة بتقول ايه الامر بالشيء نهي عن ضده، لما اقول لك ايه صلي يبقى معناها انهاك عن ايه عن ترك الصلاة عن ضده، لما اقول لك ايه مثلا اصدق هذا امر بالصدق، وفي الوقت نفسه نهي عن الكذب. خلاص الأمر بالشيء نهي عن إيه عن ضده. قوله في معرض الاستدلال إن في خلق السماوات إلى آخره، هذه الآية لا تقتضي أن من لم يكن عنده الآيات الدالة على الصانع. يبقى احنا فهمنا كده إن في خلق السماوات والأرض إيه واختلاف لا آيات، عشان إيه عشان هنا قال إيه فهم لا فهمنا انه هذه الآية طبعا في اثنين، واحدة في آل عمران وواحدة في البقرة، دولك عرفنا انه المراد هنا الآية اللي في آل عمران، عشان بيقول ايه لما نكمل آية لا تقتضي ان من لم يكن عنده الآيات الدالة، لانه الآية دي ذكر فيها الآيات لآيات لأولي الألباب الذين ايه قياما وقعودا على الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، مش كده؟ الدالة يعني بيقول لك إنه الآية دي تدل على إنه اللي ما عندوش الآيات الدالة على الصانع يكون كافرا. يقول لك هذه الآية لا تقتضي أن من لم يكن عنده الآيات الدالة على الصانع يكون كافرا. كيف هذا؟ الآية بيقول لآيات لأولي الألباب، مش كده؟ الذين يذكرون الله قياما على ويتفكرون في خلق السماوات. فين الدليل على أنه اللي ما عندهوش الآيات لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا؟ هل في دليل في الآية على كده؟ ولا حتى في الآية الثانية والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. موضوع تاني بس هنا مفيش حاجة تبين انه اللي ما عنده يعني كل اللي بينته الآن اللي عنده الآيات الجيدة من أولي الألباب، لأنه وصف أولي الألباب أصحاب العقول هم اللي عندهم الآيات، لكن اللي ما عندهمش الآيات يبقى معناها إيه مش متفكرين مش متدبرين، لكن مش معناها ليسوا بإيه بمؤمنين أو أنهم كافرون. هل هذا تعطيه الآية؟ لا. ف
فعشان كده بيقول ايه هذه الآية لا تقتضي ان من لم يكن عنده الآيات الدالة على الصانع يكون كافرا. قوله يلا قوله وحذر سبحانه المتأني بالنظر اي ان المتأخر بالنظر خوفه الله بقرب موته فيفوته النظر بسبب تأنيه وتأخيره فيموت كافرا. طيب ممكن يكون التخويف ده بقرب موته يعني حيفوت النظر اللي هو واجب وجوب فروع فيموت عاصيا او يكون ده كمال الايمان فلا يكون ايمانه كاملا. يبقى ايضا في التحذير اللي في الآية ده لا يدل على انه اللي ترك النظر حتى مات يكون ايه كافرا او حتى يكون عاصيا فيحتمل ان يكون عاصيا ويحتمل انها ايه تنفي عنه الايمان الكامل. وهو احنا قلنا شيخ هشام الوجوب الاصول يعني الدين ينقسم الى اصول وفروع. الاصول اللي العقائد يعني زي الايمان بالله زي الايمان ده اصول لو انت تركت الاصول اللي هي ايه ينبني عليها الفروع الايمان بالله اصلا مش اصلا بالملائكه وبالكتب ده اصول فلو تركت الاصول ده هي واجبه عليك فاسمه ده واجب وجوب اصول فتكون بترك اصل من الاصول كافرا. اما لو واجب وجوب فروع عند الاحكام فتكون بتركه عاصيا. فهمت ايه وجوب الاصول ووجوب الفروع؟ النظر في واجب وجوب الاصول فين هنا فين يا شيخ تعال هو قوله وحذر الاخره وحذر مش كده اي ان المتاخر بالنظر خوفه الله مش كده يعني قالوا انا عسى اهدى التخيف انا عسى بقرب موتي يقول لك قرب بتموت فيفوته النظر بسبب تأنيه يعني تأخره يعني بسبب تأنيه وتأخيره فيموت كافرا. احنا فسرنا النظر هنا اللي هو النظر في الوجه ايوه ما هو على رأي الشيخ هو هنا الشيخ السنوسي استدل انه النظر عنده اصل لانه عنده المقلد كافر وخلى الآية دليل على ذلك بس على انه واجب وجوب ايه اصول. فنرد هذا ونقول لا التحذير قد يفهم منه يعني يحتمل انه يكون زي ما بيقول الشيخ ويحتمل ان يكون ده الذم على تأخيره على انه واجب وجوب فروع ده محتمل وده محتمل والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهمت؟ الحمد لله. يلا قوله المتأني أي المتأخر وقوله بالنظر متعلق به وقوله فين بالنظر متعلق به يعني به بالمتأني وحذر سبحان المتأني بالنظر خلاص يبقى متعلق به يعني بالمتأني ها. وقوله بخوف بإيه خوف متعلق فيموت لا بحذر حذر سبحانه المتأني بالنظر بخوف يعني حذره بخوفه والمتأني بالنظر يبقى عندنا ايه جار ومجرور اثنين الباء اللي في النظر متعلقه بايه بالتأني طب والباء اللي في بخوف متعلقه بحذر يعني حذروا بايه بخوفه شوف ده متعلق به ده متعلق به ماشي. قوله عند بعضهم يقتضي انه مؤمن عند البعض الاخر جميل وهو الشيخ فوق كده الحمد لله رب نوفق قال ايه فيموت غير مؤمن عند بعض يبقى فين الجمهور دلوقتي قال عند بعضهم يعني معناها عند ايه ها ما دام قال عند بعضهم يقتضي انه مؤمن عند البعض فقلنا لكم خدوا بالكم في اخطاء شائعه يعني البعض وكل لا تدخل عليها الايه القلب وهاتوا كتاب اسمه احكام كل مش فيه الكلام ده وما عليه تدل تعميل تا
الشيخ مطبوع طبع. يبقى ما نقولش البعض، ما جاتش في القرآن كلمة البعض ولا الكل، يعني لا تدخل ال على بعض ولا على كل، ليه؟ لأنها لازمة للإضافة، يعني بعضهم بعض الناس، وقد قال بعض الناس من وام وهكذا، ما تجيش كلمة بعض كده. بعض ايه؟ عند بعضهم، يعني ما تقولش عند البعض، احذر من هذا، ولا تقولش عند الكل. ولها كمان في الإضافة يعني حاجة تانية، عند بعض ماشي، لكن في حاجة تانية متعلقة ببعض وإيه؟ غير 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 يعني كده بقول وياكش ما افتكرهاش احسن، خلينا في الدرس. ماشي. قوله عند بعضهم يقتضي انه مؤمن عند بعض الأرض. الشيخ الشيخ فوق جابها صح، تحت غلط، مفيش مجاملة. يقتضي انه مؤمن عند البعض، لا، يقتضي انه مؤمن عند بعضهم، هو بعض وبعض. فلا يناسب موضوعه من تأييد القول بكفر المقلد، فالأولى إبداله بقوله على الصحيح أو حذفه. يعني الأولى يقول إيه؟ فيموت غير مؤمن، يقول كده إيه؟ على الصحيح، لأنه هو بيعتقد خطأ القول الثاني. إنما لما يقول عند بعضهم وبعدين يقول وبعدين يبقى معناها البعض الآخر، يبقى هو يقول بإيمانه، وهو أصلا لا يعترف بهذا البعض ولا بأقواله، فالأولى أن يقول إيه؟ على الصحيح، أو ما يقولش خالص كده، فيموت غير مؤمن ويسكت خلاص، ما يقولش عند بعضهم ولا على الصحيح، فالأولى حذفه أو إيه؟ إبداله بقوله على الصحيح. قوله وأن عسى مقول قال، فقال بعد قوله، يعني قال إيه بعد، يعني شوف يقول فقال بعد قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى. لما يجي واحد يقول ما هو ده كله أرحام مولانا رضي الله عنه وأرضاه، يعني ليه هو شوف فين مقول القول هنا؟ في عبارة الشيخ عبارة الشيخ بيقول قوله أولم ينظروا، ده أولم ينظروا ده كله إيه؟ كله ده الآية ده كلها مقول القول، إنما جعل مقول القول وأن عسى، لأنه جاء بالظرف، يقولك فقال بعد، يعني بعد ما قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من شيء، قال إيه؟ وأن عسى، إذا هو ده مقول قال، إنما لو لم يقل بعد لكانت الآية كلها إيه؟ مقول القول، يعني كأنه عاوز يقول بعد ما قال كده قال كذا، يعني كأنه يعني من أول وأن عسى هو ده اللي تحط نقطتين مثلا، لو بنتكلم بنكتب كده في إملاء أو شيء، هو ده مقول القول، لأنه قال بعد، يعني كأنه قال الآية ثم قال بعدها كذا. فقال وأن عسى أن يكون قد قال ذنوب بعد قوله أو جميل. يبقى هو ده ماشي. هذا 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 اللي هو إيه؟ إن وأن عسى ده مقول القول، هذا بالنظر لعبارة الشارح، وأما بالنظر لنظم الآية فقوله وأن عسى ده مش مقول، ده عطف على قوله في ملكوت السماوات والأرض، أي أولم ينظروا، أي يتفكروا في قرب أجلهم المترقب حصول المترقب حصوله بعسى. شوف كده، يعني على اعتبار عبارة الشارح يبقى ده ايه؟ ها؟ اللي بعد عسى وان عسى هو ده مقول القول، اما بالنظر لنظم الآية مش هيبقى وان عسى مقول قول، ده هيبقى معطوف على ايه؟ على اولم ينظروا.
قوله أيضا حق التأخير، حق التأخير عن قوله دليل على وجوب النظر، لأن معناها على التقديم كما أن غير الصحابة أجمع على ذلك، مع أن غيرهم لم يجمع على ذلك. شوف كده في حاجة يعني فنية، بيقول وإجماع الصحابة أيضا، كان المفروض يأخر كلمة أيضا، يعني يقول وإجماع الصحابة دليل على وجوب النظر أيضا. ده مين اللي قال لك؟ ما هو لما قال وإجماع الصحابة أيضا يبقى معنى كده إنه غير الصحابة أجمعوا، لكن لم ينقل إجماع عن غير الصحابة. شوف المعنى اختلف كيف، يعني إذن الكلمة دي يأخرها، يقول وإجماع الصحابة، يعني عاوز يقول إيه؟ زي ما القرآن دليل وزي ما السنة دليل، إجماع الصحابة دليل أيضا، لأنه أيضا معناها إيه؟ أعظم. يعني إذا رجع، يعني أنا برجع للكلام الأولاني واجيب لك إيه عليه زيادة، ده مش هقول لك دليل القرآن ولا دليل، كمان هجيب لك إجماع الصحابة. فكان الأولى إنه يأخر كلمة أيضا، يعني كأنه دليل القرآن والدليل السنة والدليل الإجماع، إنما عندما قدمها كأنه في غير الصحابة أجمعوا، ودم يقولوا إجماع الصحابة أيضا إذا معناها في إجماع تاني لغير إيه، وهذا غير موجود، لم ينقل إجماع عن غيرهم. يبقى إذن بيقول هنا إيه قوله إيه أيضا، حقها التأخير عن قوله دليل على وجوب النظر، يعني كلمة أيضا تأتي بعد كلمة دليل على وجوب النظر أيضا. ليه؟ لأن معناها على التقديم كما أن غير الصحابة أجمع على ذلك، الصحابة كمان أجمعوا. إيه الكلام ده؟ يعني كأنه في ناس تاني أجمعت والصحابة أيضا أجمعوا، ينفع كده؟ اتقلبت الدنيا. يبقى مع أن غيرهم لم يجمع على ذلك، طب ومين غيرهم ده اللي أجمع؟ هو بعد ما يجمع الصحابة محتاجين إجماع من حد غيرهم؟ وحد يقدر أصلا يعمل ده؟ هيبقى غيرهم حتى لو أجمع متبع لهم، والحجة تكون في إجماعهم لا في إجماع غيرهم. يلا قوله فإنها، قوله فإنها أي الصحابة إلى آخره، ولو قال فإنهم أحسن، فإنهم مش كده؟ فإنها، عمرك حد أنك الصحابة؟ ماشي زي ما اللفظ، ما قال اللفظ، فإنها يعني جماعة الصحابة لحلناها. علة لقوله دليل، يعني لما قالوا إجماع الصحابة دليل على وجوب النظر أيضا، فإنها يعني ده إيه علة، علة لجعله إجماع الصحابة. يوم ايه؟ يعني 30 حيكون ايه الاربع؟
حلو. وبعد كده ندخل عند في الاعياد الميلاد والحب لحد ما ايه الامتحانات هتخلص يوم 28 اظن في واحد هتخلص 28 كان الخميس 28 واحد من خلصت الامتحانات تبدا بعد كده الاجازه الخميس 28 جمعه 29 السبت 30 هتبدا الاجازه من يوم السبت لحد يوم 11 تنتهي وتعود الدراسه يوم 13/2 خلاص كده انكم حترتاحوا راحه تامه. لا النهارده هنرجع تاني يوم مش الاربعاء كامل كده هنرجع 3/3 لما تفهموا عكس النقيض ما فيش نقيض ولا مخالفه تفهموا غلط يقول لك يا شيخ ده ما حصلت منك قبل كده مش اول مره دي المرة الثانية مرة بتعكس عمدا خلاص؟ فاحنا قلنا الأربعاء يوم كام؟ 23 فيه وبعد بعد كده إيه؟ الأحد 30 خلاص؟ والأربعة برضه يعني 40 ووصلتهم أحد أظن كده توضيح دلالة مطابقين بس ومرة قبل كده لا ده طولته وكده خلاص كده؟ بعد كده بعد الإجازة أنتم بالخيار يا مجد تيجي هم يجيوش بك نعم ها؟ مش عاوزين ترتاحوا؟ أنا عاوز ارتاح على الأقل حنرتاح من بعض ترتاحوا مني وأنا حرتاح ها؟ ما هو قالوا قبل كده اختبرنا بعض الطلاب قالوا اصروا لا مش هنقطع هنواصل وحنيجي ومع ذلك لم يفعلوا فتركوني قائما حصل؟ حصل قول لهم حصل ايه؟ قول قلنا يأجز ايام الامتحانات الطلبه قالوا لا فالشيخ جه ايام الامتحانات ما فيش حد جه شفت كده؟ والله بسألهم بيقولوا جينا لك في المنام والشيخ سألكم قال لكم يا جماعه نواصل ولا نوقف انتوا قلتوا لا نواصل طب الان دلوقتي حاخد بمفهوم المخالفه اول ما هقول نواصل انا هفهم يعني معناها لا نواصل بس ما تقولوا انتوا حياء فانا هفهم يعني ما هو التجربه دي يعني تساعدك الان مدلولات الالفاظ عندنا عكس أول ما هتقولوا نواصل يعني معناها لا نواصل بس في لا محذوفة. يلا يا مولانا تفضل. 44 ولا كم؟ 44. وأن عسى خلاص خلصنا وأن عسى قوله أيضا خلصناها. قوله فإنها أي الصحابة إلى آخره علة لقوله دليل لو إجماع الصحابة دليل. قد تبين مش فإنها اللي هي في الصحابة دليل لا فإنها لم تزل يعني الجملة اللي هي علة خلاص علة لقول يعني فإنها اللي هي الجملة فإنها إلى آخره خلاص أي الصحابة إلى آخره مش الكلمة الصحابة فقط علة لقوله دليل إلى آخره وقد تبين بتلك العلة المجمع عليه اي أيوة واجماع الصحابه على ذم التقليد دليل يعني طبعا اقول لك اجماع الصحابه طب سؤال اجمعوا على ايه؟ ذم التقليد على ذم التقليد او ده المجمع عليه والتحذير منه دليل الى اخره لكن قد يقال ان الوجوب فرعي فاكر؟ يعني مش وجوب اصول يعني زي وجوب الفروع وحينئذ فلا يكون الاجماع دليلا على الكفر كما ان الذم على التقليد كذلك يعني لا يكون دليلا على ايه كفر الايه المقلد لا الاجماع ولا الايه ولا الذم دليل ممكن على عصيانه او دليل على تركه الكمال وليس دليل على ايه على الكفر عند ايه قوله من غير نكير بيقول لك اجماع الصحابه ايضا دليل على وجوب النظر فانها يعني الصحابة لم تزل يعني الصحابة كلهم ما زالوا ينقل عنهم ذم التقليد والتحذير منه خلاص
وهو اللي هو التحذير أو الذم شائع بينهم من غير نكير، يعني ممن سمع الذم، يعني ما فيش واحد لما سمع ذم الصحابة أو تحذير من التقليد ما فيش واحد أنكر هذا، بل أقره. والإجماع السكوت حجة، يعني برب واحد يقول لك فين القول، لم ينقل قول في ذلك. إذا الإجماع إيه السكوت ده حجة زي الإجماع القولي. يلا ماشي، ما هو ممكن يكون على انه ترك واجب فروع فيذم على تركه، كما تذم على ترك تكليف ايه من الفروع. بتذم ولا بتحمد عليه؟ بتذم. لكن هل معنى هذا انك كافر؟ يعني مثلا زي الفتنه اللي حصلت ايام الجماعات الاسلاميه، كفروا الحاكم ليه؟ عشان يبيحوا قتاله. لكن ممكن يباح قتاله من غير كفر؟ يعني انت يعني مش ملجأ او مضطر الى تكفيره عشان تقاتله، يعني يجوز قتاله من غير ان يكون كافرا. مش عندك الحديث لا يحل ايه دم مسلم إلا بثلاث، يعني يحل دمه وهو مسلم بثلاث، ومش دم كفه قاتل ده موضوع ثاني، وانت في الآخر حفيه حتسحق وحتقتل، ربنا حيريح الناس منك، لكن ما فيش داعي للإيه للتكفير، بدليل أن الحديث أباح قتال المسلم بس بإحدى ثلاث اللي هم إيه في الثاني ثاني قاتل النفس. واحنا لما بنقتل القاتل بنكفر الاول عشان نقتله، فهم عملوا ايه كفروا الحاكم عشان يقتلوه. طب ما تقتلوه من غير ايه من غير تكفير، حتى عشان نصلي عليه صلاه الله، انما لو كفرتوه مش هينفع ايه نصلي عليه، فسيبوه مسلم عشان نصلي عليه ونعزي. وقال السنوسي: وقال القاضي رضي الله عنه: التقليد في علم التوحيد محال، لأنه إما أن يؤمر بتقليد من شاء أو بتقليد المحق. هو عاوز يقول لك يعني كونك تقلد ده محال، يعني ما ينفعش تقلد لأنه أصلا مستحيل تعملها. طب إيه رأيك في الكلام اللي قاله القاضي ده؟ مش مناسب إيه؟ شو بيقول لك هنا تحت الشيخ بيقول لك: وقال القاضي الأولى إسقاطه. لانه ده القاضي بيقول حاجه ثانيه بعيد عن اللي انت عاوزه، بيقول الاولى اسقاطه، لانه انما يناسب الرد على من يقول ان التقليد في الاحكام الاصليه مامور به. خلاص كده، ولا كلام لنافيه، ولا يناسب الاتيان به، يعني بكلام مين؟ القاضي. انت جايبه عشان ايه؟ تستدل على الدعوة؟ لا، ولا يناسب الاتيان به دليلا على الدعوة، لانه الدعوة مش في نفي الايه التقليد، وانما الدعوة هي عدم صحة الاكتفاء بالتقليد. خلاص، يبقى الكلام اللي قاله القاضي ده مش هينفع معاك خالص، ده هو بيتكلم في شيء تاني. وإيه اللي قال القاضي؟ بيقول التقليد في علم التوحيد محال، يعني مستحيل تعملها. ليه؟ يعني مش في الإمكان، لأنه أحد أمرين، لأنه إما أن يؤمر بتقليد من شاء، يعني أنت مش في أمر بالتقليد، يعني مثلا لو فرض هيكون تقلد مين؟ والله يقلد اللي أنت عاوزه، احتمال، واحتمال بتقليد المحق. طيب افرض هناخد الاول اللي هو ايه تقليد من شاء اللي انت عاوزه، هيلزم منه ان من قلد كافرا يكون ممتثلا؟ ما هو اي حد يقلد اي حد، المهم ايه
انت مأمور بالتكليف. فحتى لو قلت كافر قلت انت امتثلت ايه الامر افرض ايه, وده خلاف الاجماع يعني, لانه الاجماع لا يجوز تقليد الايه الكافر, ممكن تقليد المعصوم, ممكن تقليد المؤمن, لكن تقليد الكفار اذا كان الايات اللي هي بتذم التقليد كانت في حق الكفار, بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على هذا التقليد وإنا على آثاره مقتدون, إنا وجدنا آباءنا كذلك من نشدق زي ما هم بيعملوا نعمل. طب رايحين النار الله إحنا بنعمل زي ما عذرنا إيه, وده خلاف الإجماع. أفرض مثلا مش مأمور بتقليد من تشاء ولكن مأمور بتقليد المحق, هنا حيبقى برضو في احتمالين, يا إما أؤمر بتقليد المحق عند الله وإن لم يعلم هو كونه محقا أو بشرط علمه بكونه محقا. أفرض أمرت بتقليد المحق عند الله حتى لو لم تعلم بكونه محق, المهم يكون هو عند الله محق سواء علمت او لم تعلم. تبدي اقول لك سواء علمت او لم تعلم, بس انت مأمور بتقليد المحق عند الله, وانا كيف اعلم انه محق عند الله؟ لا, السؤال بيقول لك وان لم يعلم هو المقلد, ممكن يكون بتقليد المحق عند الله وان لم يعلم هو اللي هو مين المكلف, مش كده؟ او بشرط علمه بكونه محقا. طب الاول اللي هو محق عند الله ده من تكليف المحال, والثاني اللي هو ما اقلدهوش الا اذا عرفت انه محق, يبقى معناها في الحالة دي لا اعلم انه محق الا بعد النظر, واذا نظرت خرجت عن كوني مقلدا. شوف القاضي لبشها لك لبشها صعبة, قال لك التقليد ده محال. طب كده تعال قلد, هتقلد مين؟ من تشاء, ممكن يدخل تقلد كافر فتكون ممتثل, ده خلاف الاجماع, او بشرط انك ايه تقلد وهو محق. طب محق فين؟ عند الله وان لم يعلم بذلك, ولا بشرط علمي بكونه محق. اذا كان عند الله ده تكليف بما لا يطاق, كيف أعلم أنه محق عند الله أو كيف يكون محقا؟ مش عارفة, أنا ما عارفاش. أفرض بشرط علمي, يبقى معنى كده لا أعلم أنه محق إلا بعد النظر, فحينئذ أنا مش إيه لست مقلدا. واضح لسه ضرب يلا في حاجة تاني هيكمل الله. وإن قيل يؤمر بتقليد من غلب, يعني مش شرط يعني يغلب على ظنك أنه على الحق كما في الفروع, يعني زي ما بتقلد في الفروع الفقهية زي ما بنقلد الإمام مالك الشافعي أبو حنيفة, لأنه هنا ما عنديش يقين أنه الأئمة الأربعة ممكن ده يكون هو المحق, هنا في الفروع يكفي الظن. لزم أن يكون لو كان يؤمر بتقليد من غلب على ظنه أنه على الحق كما في الفروع, يعني أنا بقلد أبي حنيفة لأني لست على يقين بأنه, بس غلب على ظني ذلك, فيلزم على ذا إيه أن يكون كل من قلد مبتدعا أو كافرا بناء على رجحان قوله في ظنه ممتثلا, والإجماع أيضا على خلافه, كما أنه الإجماع على إيه؟ على عدم جواز تقليد إيه؟ الكافر. يلا يبقى كلام إيه؟ القاضي ده مش هينفع عليه, مش مناسب للدعوة. احنا مش بنتكلم في ان التقليد جائز ولا محال, بنتكلم فيه هو يكفي ولا ما يكفيش. القاضي هنا يقول ان التقليد ليس مأمورا به ليه؟ لأنه غير ممكن, لأنه محال التقليد في علم التوحيد محال, مش هنؤمر بالمحال. في الدعوة في الاكتفاء بالتقليد,
يعني الكلام ده مش هيخدم الايه القضية اللي احنا رايحين لها. قول التقليد الاولى الامر بالتقليد ليناسب قوله لانه اما ان يؤمر به الى يعني يعني المفروض حتى كلام القاضي المفروض ما يكونش كده اللي هو ايه التقليد في المفروض القاضي يقول الامر بالتقليد مش التقليد ليه عشان يناسب الكلام اللي جاي لانه قال لانه اما ان يؤمر مش كده اللي يناسب الكلام اللي هو التفريع اللي حيفرعه مش التقليد محال الامر به محال الاخطاء مش القاضي هو الاخطاء السنوس هو الاخطاء في الاستشهاد به مين لا وبرضه القاضي نفسه كلام مقدم غير المناسب الاولى يعني الاحسن اخطا ما حدش اخطا فيهم ده كله بيجتهد وعلى فرض انه اخطا فخطاه خير من صوابك الأولى لازم مؤدبين مع العلماء ومع كمان ساداتنا الصحابة والأنبياء يعني مثلا يعني الجماعة يقول لك أصل الرسول يجتهد ويخطئ ويصيب في بعض الناس يقول لك أصل لو أخطأ القرآن مش حيقر على الخطأ حينزل إيه ويجيب لك اللي فيها الفداء الأسرى وفيها قضية التبني يجيب لك بعض الشواهد وعبسات ولا إلى آخره مع أنه لما تيجي تتأمل ما فيش مرة واحدة القرآن قال لسيدنا محمد أخطأت يعني هذه العبارة لم يستعملها القرآن فكيف تجرأ الفقهاء أو الناس على أنه يقول النبي هل في موضوع الأسرة قال ما كان لمكين كلش أخطأ عفى الله عن كلمة قلوش ده غلط يعني القرآن بيعلمنا الأدب وإحنا نتطاول هكذا كده موضع واحد قال إنما فعلته خطأ وليس هو الصواب ما فيش يا أيها النبي لما تحرم ما أحل قد فرض الله وشوف يا أيها النبي إنما ما قلوش يا أيها المخالف للصواب أو يا من أخطأ حصلش فاحنا نتعلم من أدب القرآن الكريم فلا يجوز أن نقول على سيدنا صلى الله عليه وسلم أخطأ أبدا فالواحد يقول لك بشر يخطئ بشر لكن لا يخطئ يصيب بس لأنه معصوم أما أنت تخطئ فقط بس وأنا أخطئ وأصيب فالقسمة ثلاثية ما هو يجي يمسك لك يقول انما انا بشر مثلكم يوحى الي ما ينفعش حتى يعني كده لانه المثليه في البشريه مش في الوحي وبعدين ما حتى ما ينفعش يقول انما انا بشر مثلكم وتقف خطا ده اجتزاء ما ينفعش يقول بشر مثلكم يوحى برضه ما ينفعش يوحى اليه ايه انما الهكم اله واحد وده الاستدلال هنا قوله المحق أي القائل بالحق لأنه إنما يؤمر مش كده قوله المحق أي القائل بالحق يعني المقلد اللي هو يقول الحق بس أنت هتعرف منين إن هو بيقول الحق أنت مقلد لأنك لو عرفت أنه يقول الحق يبقى أنت مش مقلد كده يكون نظر يعني لو نظر خرج عن التقليد قوله وهو خلاف الإجماع أي وما خالفه باطل وإذا كان اللازم وهو أن مقلد الكافر ممتثل باطلا فليكن الملزوم وهو الأمر بالتقليد لمن يشاء يعني معناها الأمر بالتقليد لمن يشاء ده الملزوم فيلزم لو كنت مأمورا بتقليد من تشاء هيلزم انه تقليدك للكافر يتحقق به امتثال الامر وهذا خلاف الاجماع خلاص لانه اللازم اللي هو تقليد الكافر ممتثل للامر
ده باطل. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم اللي هو إيه؟ إنه الأمر بالتقليد لمن شاء، لأنه لمن شاء هيلزم منه تقليد الإيه؟ الكافر. بس قوله هو وإن لم يعلم هو كونه محقا، أي من أمر بالتقليد. من أمر مش من أمر، يعني من أمر بالتقليد لا يعلم أن مقلده على حق، لأنه شرط علمه بأنه على حق أن ينظر، ولو نظر لخرج عن دائرة التقليد. قوله والأول، الأول اللي هو إيه؟ الأول اللي هو يؤمر بتقليد المحق وإن لم يعلم هو كونه. ما هو قسم الأول تنسيب الأول بيقول إيه؟ تقليد من شاء، بعد كده راح قال ايه افرض لا بتقليد المحق في احتمالين، تقليد المحق عند الله وان لم يعلم كونه او بشرط علمي. فانت مامور مش بتقليد من تشاء، الاول في الثاني تقليد المحق عند الله، الثاني على اثنين، يعني اما ان تكون مامور بتقليد من شاء دي يخلص منها، هيلزم جواز او اذا قلدت الكافر ان تكون ممتثلا للامر، انه قال لك قلد وخلاص ما حدد لكش. انما اذا امرك بتقليد المحق في احتمالي، المحق يعني في نفس الامر او في الواقع لو المحق عند الله، وان لم تعلم كونه محقا ولا لا تقلده الا بشرط العلم، فالاول من الثاني محال لانه طب والثاني يخرجك من النظر يخرجك من التقليد. نعم خلاص كده فهمتوا هذه، يعني من شاء هيلزم منه تقليد الكافر او المبتدئ اي حد يعني. وده خلاف الاجماع، لانه ما ينفعش نقلد ضال ولا كيف، امال الكفار ذموا ليه؟ ده في الحاله دي هيبقوا الكفار على حق. ليه؟ لانهم ايه فعلوا التقليد، بس ايه لمين؟ لآبائهم، لمن شاءوا وامتثلوا الامر وقالوا فلنتبع ما الفينا عليه ايه آباؤنا او ما وجدنا عليه. قال لك لا، انا مش لا تكون مامورا بالتقليد الا في حاله ان تكون عالما به بكونه على حق. يبقى في الحالة دي كيف أعلم إلا بعد النظر؟ ففي هذه الحالة خرجت من التقليد. أخرج من غير ما أعلم، هذا تقليد بالمحال. زي أعرف المحق عند الله، يعني أنا بقول لك الأول ما ينفعش تقلد إلا بشرط، لأن لازم تعرف إنه الأول صح. يعني مثلا واحد يقول والله أنا هروح أخذ طريق العهد عند الصوفية من فلان ده، بس مش عارفه ده رجل ضلالي او مستدرج من الشيطان او على بدعه، انا عاوز اتبعه بس بايه؟ بشرط يكون ولي حقيقه، يعني يبقى يعني ولي عند الله. ما انت لو عرفت انه ولي عند الله يبقى انت ولي اصلا، ده انت اللي عاوز يقلدوه. ده كان بشرط العلم بولايته، يبقى كده لازم انظر. يبقى في الحالتين التقليد زي ما قال القاضي محال، يعني سواء كان من تشاء او بشرط كونه ايه محقا، يبقى محال يعني مش هيتحقق. قوله هو الاول من تكليف المحال، اي وهو باطل، فالملزوم وهو الامر بالتقليد كذلك. والاولى ان يقول والاول من التكليف بما لا يطاق، لأنه ليس في قدرته العلم، ليس في قدرته العلم بالمحق عند الله. والأولى أن يقول والأول اللي هو إيه الأول؟ اللي هو إنه بما المحق وإن لم يعلم. يبقى الأول من التكليف بما لا يطاق، ليس بالمحال. يعني لأنه ليس في قدرته العلم بالمحق عند الله، يعني بدل ما يقول من المحال يقول بما لا يطاق. يعني ليه؟ لانه مش في قدرته. خلاص، العلم ليس محالا، هو ليس في طاقته، ولكن هو
يعني هو يعني هو ده مش محال, يعني هو ممكن, ولكن ده مع انه ممكن لكن ليس في طاقتي, خلاص لا اطيقه, ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني عارف لو كان ده محال ما ينفعش التكليف به, انما ينفع التكليف بما لا يطاق, خلاص كده, بدليل انه احنا ربنا دعاء. لو كان ده غير ممكن كيف ندعو ونقول لا تحملنا ما ده اصلا مش هينفع اصلا يحملك, لكن لو هو ينفع ان جائز, ولكن الله تعالى تفضلا منه ايه لم يكلفنا بذلك, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يبقى اذا اللي هو ما لا طاقة لك به هي ده ليس من المحال, ده من الممكنات, بس طاقتك لا تسع. يعني مش هنوصل له, مش هنستطيع نصل الى ذلك. يعني انا كل عاوز اقول لك هناك فرق بين التكليف بالمحال وبين التكليف بما لا يطاق. المحال ده يعني خلاص, بس هو يمكن ما يقولش يا شيخ محمد المحال عقلا, لكن المحال عاده المستحيل العادي مش العقلي. فيبقى واحد لو كان المستحيل العادي, خدت بالك, يمكن يجاب على انه المحال يعني المحال عادة وليس عقلا, لانه اصلا لا يتأتى. المحال قسمين, مستحيل عادي ومستحيل عقلي. يعني مثلا انت تروح من هنا لكفر الشيخ ده في غمضة عين, ده مستحيل عقلي ولا عادي؟ عادي. انما كونك توجد هنا وتكفر الشيخ في وقت واحد ده عقلي, وجود الشخص الواحد في مكانين. يبقى فرقنا بين المستحيل العادي وبين المستحيل. فقد يريد يكون ايه, لانه الشيخ قال والاولى, عشان لو كان المستحيل عقلي كان يبقى خطأ, خلاص كده. يعني المستحيل العقل ده لا يمكن نكلف به, انما العادي ممكن اللي هو ما لا يطاق به. ولكن ما طاقته والله اعلم, ما فعل التكليف من الاصل. نعم, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. العلم المحقق عند الله ده من المستحيلات العاديه اللي هو ما لا يطاق. العلم يا مثلا قلت لك انا اشيل العمود ده او اشيل الكتف اللي بتاع الجنب ده كله, ده لا يطاق, لكنه ممكن ربنا يعطيك القوة وتشيل الأزر كله وتفر بيه تروح بيه عين شمس. يبقى ده ما لا يطاق. عادي مستحيل عادي, انك انت لسه مجاوب تقول ممكن, طالما هو دخل في الإمكان يبقى ايه؟ ما دام دخل في الإمكان مستحيل بس عادي, لأنك انت بتقول يمكن بس ايه؟ ليس محالا. ولكنه مما لا يطاق. وضحت؟ بس الحمد لله جاوبت, ما كنت حاقد نص ساعة عشان اجيبها, اجابها في دقيقة. هو الجهاز عنده سريع, الشبكة عنده حاضر. يسموا التكليف بما لا يطاق التكليف المحال. بس هيبقى محال عادي عادي. المحال يعني ربنا سبحانه وتعالى احال, ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا بما لا يطاق, تكليف المحال. ما هو يا مولانا لو كان ما لا يطاق محال ما كانش ينفع الدعاء به. يعني مثلا ما تقولش ما تدعوش الله تعالى بشيء ممتنع عقلا اصلا, انما هو ممتنع عادة. محال يعني لا يطيقونه, انما يبقى اذا المراد المحال عادي مش محال عقلي. والبعض قال يجوز التكليف بما لا يطاق, كيف هذا؟ قال لك للابتلاء. للابتلاء يعني يكلفك عشان تظهر امتثالك, وبعد كده مش هتنفذ. مثلا لو قلت لك مثلا قوم اذبح ابنك, لا تطيق هذا,
لكن لو امتثلت خلاص اهم حاجه الامتثال، يعني الاخذ في مقدمات الشيء. يعني كانك خلاص انا حشوف نفسي انا تكلفت ان انا حقوم اعمل بس والله مش عارف انا حقدر ولا مش، ده موضوع ثاني. انما انا امتثلته لم ارفض. انما المستحيل العقلي لا يمكن ان امتثله. كيف ده؟ كيف اشرع؟ انت تقول انا بشرع في المقدمات الفعل، انما تعمل ولهوش مقدمات عشان تشرع فيها. زمان كان برضو واحد يقول لنا ايه، برضو حد تفسر لنا حكايه الايه في الامتحانات، نقعد نروح نقول له دعينا ودينا كم فلوس ودينا حاجات زي كده مش عارف ايه بسيطه كده. ف يقول لو انتوا ذكرتوا دعيله في الامتحانات عشان ننجح عشان نكتب، يعني لو انتوا ذكرتوا المقررات لا والله لبني العظيم. فعاوز يقول لنا ده يعني محال تنجح من غير الايه، وروح يقول لنا كده والله يا ابنائي اللي بيطمع في النجاح من غير مذاكرة كالذي يريد ولدا من غير زوجة. كان يقول لنا كده، مع انه الولد من غير زوجة ده مش محال عقلي، ده محال عادة، يطلحوا لك من الحجر كده يقول لك هو ابنك. جميل والله، بما لا يطاق، يعني ليس في قدرته. قوله إلا بعد النظر القويم، أي في أقواله التي يقلده فيها حتى يعلم حقيقتها. ولا شك أنه إذا نظر فيما ذكر وعرف حقيقته كان عارفا. خلاص ما دام نظر فيما هذه الأمور عرف الحقيقة كان من العارفين لا من المقلدين. والغرض أنه ليس بعارف، هذا خلف. يعني كيف يبقى عارف ومش عارف؟ هذا جمع بين النقيضين. فإنه إذا كان عارف مش حينظر، وإذا نظر يبقى مش عارف، يبقى في الحالة دي جمع بين النقيضين. ويمكن هنا ده ما دام الجمع بين النقيضين يبقى ده محال عقل كده، ما دام توصلنا للجمع بين النقيضين. عارف الجمع بين النقيضين زي مثلا ايه؟ وجود لا وجود، يعني زي الجمع بين الاثبات والنفي، زيد موجود لا موجود، وده جمع بين الايه؟ بين النقيضين. وده من المحالات. والمحالات العقليه الشيخ زكريا في الكتاب بتاعه، الشيخ زكريا الانصاري، جاب تقريبا 40 صوره للمحال العقلي، 40 صوره. وقال الاربعين دول يرجعوا الى اربعه، الاربعين يرجعوا الى ايه؟ اربعه. ايه هم الاربعه؟ الجمع بين الضدين، الجمع بين النقيضين، والترجيح غير مرجح، وايه الرابعه؟ الدور والتسلسل، والجمع بين الضدين وبين النقيضين، والترجيح بلا مرجح. وقال الأربعة دولة يرجع إلى النقيضين. تبقى إذن المحالات العقلية كلها ترجع إلى إيه؟ الجمع بين النقيضين. يبقى الأربعة اللي ترجع إلى 40، الجمع بين النقيضين، يعني الدور التسلسل ده عارف محال ليه؟ لانه جمع بين النقيضين. يعني دور التسلسل لو فهمت حقيقته حيرجع الى اجتماع النقيضين. يعني لما نقول يعني العالم ما اوجد نفسه، يبقى العالم كان موجود ومش موجود، او رجع يعني العالم عشان يوجد نفسه، يبقى العالم مش موجود. طب يبقى هنا ايه؟ مش موجود عشان اوجد العالم، طب وموجود عشان هو اللي اوجد، ومش موجود عشان هو اللي وجد. يبقى رجع ايه الدور الى الجمع بين الايه؟ والتسلسل ايضا يرجع الى الايه؟ النقيضين. والترجيح بغير مرجح يرجع الى النقيضين، لانه حيبقى ايه؟ اجتمعت المساواه وهي ضد الايه؟ الرجحان، واجتمع الرجحان وهو ضد المساواه، فاجتمعوا الاثنين. الترجيح يعني معناها في مساواه وما فيش مساواه. عاوز مثال يا شيخ محمد للمساواه والايه؟ يعني مثلا هقول لك ايه؟ وجود العالم وعدم وجوده. الله، انت فاهم الدنيا، انت خليك للامثله.
بيتكلم هنقوله الان هنقوله الترجيح بغير مرجح. يعني العالم وجوده وعدمه سواء مش كده؟ يعني الاثنين سواء مساواة وجوده زي عدمه. فإذا رجح الوجود على العدم العدم هو موجود ومن غير مرجح يبقى اجتمع الايه الاثنين المساواة والرجحان. كده مثال نفع يلا. قوله متصلا خبر يكون فين يكون كل من قلد مبتدعا او كافرا بناء خبر كان. خبر كان يعني في كان ويكون يكون ممتثلا خبر يكون. وقوله مبتدعا مفعول قلد قلد مبتدعا او كافرا وقوله على رجحان على رجحان قوله مش كده وقوله على رجحان وقوله على رجحان قوله اي يعني بناء على رجحان قوله يعني دي قوله دي تبع اللي قبلها مش اللي بعده على رجحان قوله اي المبتدع وقوله في ظنه اي المقلد يعني بيرجع لك بيبين لك رجوع عوض الضمائر فاما واما من اغتر به واما ما اغتر به القائل بصحه التقليد من اكتفاء عارف مين القائل هنا الجماعه اللي بيردوا على الاشاعره او على الجمهور الجماعه اللي هم ايه يعني على خلاف المنهج الاشعري او على خلاف علم العقائد ومجاله في الازهر الشريف يقول لك يا اخي واما ما اغتر به القائل بصحه التقليد من اكتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم باجراء احكام الاسلام ورفع القتال بمجرد النطق بكلمتي الايمان كلمتي الايمان هم لا اله الا الله محمد رسول الله من غير بحث منهم على السرائر يقول لك يا اخي والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى اي واحد من الصحابه كان يجي ينطق بالشهادتين ويجري عليه احكام الاسلام ويمنع قتاله بمجرد النطق من غير ما يشوفوا عنده ادله ولا ما عنده شيء من غير بحث منهم على السرائر فلا دليل فيه يعني لا دليل فيما اغتر به القائل لان ذلك اللي هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من باب اجراء الاحكام على المظان والظواهر وليس كلامنا فيه وإنما كلامنا فيما بين العبد وربه فيما ينجيه من الخلود مع سائر الكفرة في النار وقد أجرى النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام على من قطع فيه بأردأ كفر من المنافقين يعني في كفر أردأ كفر يعني في كفر مثلا جيد شوية كفر مثلا درجة أولى وفي كفر رديء كفر وسخ كفر من ده كفر المنافقين لأن المنافقين في الدرك فكفر ده أردأ كفر في الدرك الأسفل من النار ولم يدل ذلك على أنهم كذلك في الآخرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجرى أحكام الإسلام على المنافقين في الظاهر فهل هذا دليل على أنهم كذلك في الآخرة؟ لا. وإلى هذا المعنى أشرت بقولي فإنها اللي هي إيه حرفة التقليد في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين أي وأما في الدنيا فمبنى أحكامها على الظواهر. خلاص نقف عند هنا بس صفحة آخرنا صفحة 45 وبعدين نبدأ في كلام الغزال إن شاء الله في درس القادم يلا. رغم انه متعلق بالايه بال اصل في كلام مهم جدا بس عشان لا نطيل وانتم طبعا يعني اللي عاوز يروح بعيد وكذا خلي كلام الغزالي في الدرس الجاي سيب الغزالي في حاله قوله بكلمتي الايمان من إضافة الدال للمدلول يعني الكلمتين الشهادتين دول الدال والمدلول اللي هو إيه؟ الإيمان إضافة الدال للمدلول
فالإيمان هو المدلول والكلمتان هما إيه؟ دالتان. والدلالة ظنية والمراد بهما كلمة الشهادتين. والدلالة ظنية مش قطعية. نعم؟ يعني الكلمتين بيدلوا على الإيمان دلالة ظنية وليس دلالة قطعية. احنا مش عرفنا يا اول ما نقول اشهد والله هذا دليل على لكن ده دليل قطعي لا مش عرفنا ايه اللي في القلب وهو ده دليل علامه بس قد لا تكون قطعيه زي الغيم ده علامه على انه في مطر لكن هل قطعي ده شويه تلقى الشمس طلعت والحر ذاتها احنا لسه كنا خايفين هتمطر وجبنا قوله من غير بحث منهم على السرائر أي عن عقائد الناطق بالشهادتين المسرورة يعني مش الشهادتين سر لا ده العقيدة اللي دلت عليها الشهادتين أمر باطني لا مخفية في قلبه الشهادتين دول علامة دليل ظني وأنا مش ببحث على السرائر أنا اكتفيت بالظاهر فإذا نطق العبد بأشهد أن لا إله إلا الله فهذا دليل على أنه إيه مؤمن مع انه حقيقة العقيدة امر مخفي في ايه في قلبه لانه قد يكون قال هذا ايه نفاقا او خوفا اي المخفية في قلبه هل هي عن دليل ام لا يعني هي المشكلة مش في النطق المشكلة في العقائد نفسها عن علم ولا عن تقليد فلولا ان التقليد كاف اهو ده ايه اللي اغتر بكلامه فلولا أن التقليد كاف لما اكتفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمجرد النطق بما إيه ذكر بل سألوا عن السرائر يعني لو كان التقليد لا يكفي كانوا يسألوا تعالى قل لنا إيه اللي في قلبك إيه اللي في كذا بل سألوا عن السرائر هل هي للسرائر المخفية عن دليل أم لا واضح؟ طبعا قلنا الكلام ده ما ينفعش ليه لانه ده يدل على اسلامهم في الظاهر والكلام في ايه فيما بين العبد وربه وفيما ينجيه من الخلود في النار وبعدين نقول له يعني نعارض اللي اغتر به القائل نفس اللي قال ده النبي صلى الله عليه وسلم اجرى احكام نقول له تعالى ما هو النبي نفسه برضه اجرى احكام الاسلام على اردى كفر ألعن كفر وكفر المنافقين وحكم بإسلامهم في الظاهر ولم يعاملهم بالسرائر مع أن الله أطلعه عليها ده كان النبي عارفه بس ما ينفعش يعاملهم بالسرائر ترك هذا إلى الله تعالى بدليل النبي صلى الله عليه وسلم جاب سيدنا حذيفة وبيجي يقول له فلان ده منافق لذلك وفلان بس اكتب الكلام ده انك لو قلت هتروح رقبتك فيه ده فيهم ناس امراء كبار ماسكين وزارات ومناصب يعني في الدوله حاجه صعبه اوعى ما هتروح فيها ازاي اديك عرفته ولذلك سيدنا عمر لما عرف ان النبي اسر اليه كانوا 17 واحد بالاسم فلان فلان اسمه واسم ابوه واسم امه يروح سيدنا عمر يروح لمين لحذيفة يقول له أستحلفك بالله هل اسمي في الناس اللي يعني يقول ما اقدرش اقول له نشوف عمر لما ولا حبق انا ايه مش كاتب سر حبق انا ايه ما ليه معنى سر يقول لي بس عشان انا من الناس من الاشكال دي فلما احتاروا مع حذيفة لا يمكن ولو قتلوه حتى هيقول سر النبي صلى الله عليه وسلم فراحوا قال ما يجي يموت واحد ويشتبه فيه يقولوا تعالى يقول والله انا مريض تعبان مش فاضي اي عموم ما يروحش فيعرف انه انه ده منافق اذا راح صلى عليه يبقى من المؤمن علامه كانوا يعرفوها بس كده يعني برضه الصحابه مش سهلين قعدوا وراه لحد ما يعرفوا بس طبعا يعني في في بالطريقه الذكيه يعني بس كده اللي هو حتى لو جاب لي كلمتين الايمان غير هو حتى خوف كده هيكون غير مقلد لانه كده عنده دليل ايماني
لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله كده وعارف معناه ده حقيقي في الحدود لسه الله يشفي ده حياتي لسه الموضوع مضروب يعني اذا عشنا ان شاء الله. نعم. قوله على المظان والظواهر اي لا على الباطل. يعني على المظان جمع ايه؟ مظنه يعني المحل الذي يظن منه انه ايه عالم في الباطل. يعني احنا بنظن انه في ايه في الباطن في علم فعطف الظواهر عليه ايه مرادف. خلاص كده؟ لا فقد سكت عن الباطل. يعني مش المراد بالمظان والظواهر، يبقى اذا زي كانه المظان هي الظواهر، يعني ما نظن انه في الباطن ونظن بهذا بحسب الظاهر. زي ما نشوف واحد يصلي ويقرا قراءه جميله وكده اظن انه رجل من الخاشعين او رجل من القراء بحسب ايه؟ الظن جميل من الظاهر، فالمظان والظواهر مترادفات. لانه لا يمكن يكون المراد بالمظان البواطن كده عملنا احنا كده. وانما قوله وانما كلامنا اي هل يكفي فيه التقليد او لا بد من المعرفه. قوله وقد اجرى الى اخره الا بقوله انما هو. انما هو ايه؟ انما الاحكام على المظن والله. انما هو من باب اجراء الاحكام على المظن. شوف كده. فهو من تتمه ايه مستند قوله فلا دليل عليه. قوله بأردأ كفر هو النفاق. يعني اذا الكفر فيه رديء فيه ايه كفر يعني كده فيه كفر يعني مستورد يعني كفر كده وفي كفر رديء محلي ده بلدي. قوله ذلك اي اجراء الاحكام ولم يدل ذلك على انهم كذلك في الاخره. لم يدل اجراء احكام الاسلام عليهم في الدنيا يعني كونه اجرى احكام الاسلام او حكم بانهم مسلمون في الدنيا لا يدل هذا على ايه؟ على الاخره. الاخره ده موضوع ثاني. قوله على انهم كذلك اي مسلمون يعني مش معنى انهم مسلمين في الدنيا يعني مسلمين في الاخره. ايوه ومثلهم المقلدون. فإجراء يعني مثلهم يعني مثل المنافقين يعني المقلدون. فإجراء الأحكام عليهم لا يدل على أنهم مسلمون في الآخرة كما لا يدل إجراء أحكام الإسلام على المنافقين في الدنيا أنهم إيه مسلمون. قوله وإلى هذا المعنى أي الاكتفاء بالتقليد نظرا للظاهر. قوله أشرت المراد بالإشارة ما قابل الصريح لا ما لا يدل عليه اللفظ إلا بالقرائن البعيدة. شوف كده لما بيقول إلى هذا المعنى أشرت الإشارة ما قابل يعني لم يقل مش صرح يعني لا ما لا يدل عليه اللفظ إلا بالقرائن البعيدة. يعني في إشارة يعني ايه ليس لفظا صريحا لكن ده ايه ما تدلش الا بقرينه بعيده. لكن هنا القرينه مش بعيده يبقى هنا اراد به ايه المقابل للصريح وليس الاشاره الخفيه البعيده. وهذا المعنى مفهوم قوله غير مخلصه في الاخره. قوله على هذا خلص هنقف من ايه عند كلمه على هذا. قال مين؟ قال الغزالي. خلاص كده. وعلى هذا قال الغزالي لا نحرك عقائد العرب. طبعا كلام الغزالي له ايه مفهوم كبير واحنا ان شاء الله اذا ربنا كتب لنا خلاص هنشوف الكتاب. خلاص ربنا هيئ لنا العمر ان شاء الله تعالى عايزين نضم مع هذا الكتاب عشان طبعا ده حيطول امده يعني مش عارفين قد نكمله في الاخره ان شاء الله. كتاب طويل لكنه مفيد جدا وممتع
فعاوزين نجيب معاه شيخ محمد كتاب الاقتصاد في الاعتقاد بس ده يوم وده يوم. لمين هو ده؟ الإمام الغزالي. المهم احنا عاوزين يعني وهذه كانت الفكرة الأولى ولكن الشيخ ناجي الله يسامحه يعني وما ما حدش عارف إرادة الله ناجي ده سبب يعني مش إرادة ناجي فنعمل ايه؟ نجيب كتاب الاقتصاد ان شاء الله خلوه حاضر معاكم ان شاء الله لانه حيساعدنا جدا في امور الاقتصاد في الاعتقاد الامام مين؟ الغزالي رحمه الله تعالى في طبعا جيده ممتازه جدا يعني مصححه ومحرره غير الطبعات الرديئه السيئه دي في طبعه ايه؟ دار المنهاج جميله جدا وايه وفيها عناوين جانبيه بس غالي شوي فلو ده هي كانت عند 30 و 40 جنيه طبعا لكنها هي تخرجك من التقليد 40 جنيه ولا 50 جنيه عشان تخرج بها من التقليد اظن يعني مش حاجه يعني مش صعبه تخرج من التقليد ب 50 جنيه احسن ولا تدخل النار ها طبعا ما هي المنهاج كتير أهم من هاجي وخلاص لأنه ما قلت له عجب لك كتاب أحكام السلام ويجبوش فين؟ هو قال لك ما عندهوش وقال لك اللي قاف في دار السلام طب ما يجبوش ليه في دار السلام أو دار الحرب ما هو هو اللي حتى ما دار السلام هو اللي كنت ها؟ هو المسك المشكلة طب أطول يا مولانا في دار السلام وأديك زيادة ما أنت تروح أنت دار السلام والله يدعو إلى دار السلام أهنا جنبك قال له حجيبه ما خلاص ما تفتحش الى الان ممكن يكون فاتح ايش بقى الكتاب قفل ممكن تروح والله روح بس قول انا نسيت الاسم يا بني ادم نسيت اسمه الكتاب قال السلام لا اسمه اعلام الانام راح نسيت خلاص مش عاوزين اللهم صل على سيدنا على اصحاب مكروهات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك وعباداتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل افضل صلاه على اصحاب مكروهات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرهم صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله